مهند زعيفة يو ناخد وندي وبشكل ودي راجع الاسد لسه عيدي حتى حد ينزل لي ضدي انا لما باجي كله بيجري تعمل لي خد تعمل لي خد اديك وتاخد اللي يكفيني بعد التحية للبشرية راجع منوت يعني الزلزال والطنطوية والمتحية انا عشر نواطي ولا حد جبان والليلة ضرب خد شرق غرب على اي باب بيعمل فنان الطنطوية جاية ستور يا رب وفي رومانسي كمان يجيله الحياة لفة ودماغه لفة على الزفة بتزوته فيها لكن يا خفة ده بحبه غفة وحر واسعة للعويمة والليلة جاي باسم الطنطوية نزعت جامد نديها حفلة وعنيك وقفلة لو فكرت في يوم تعالينا اضرب واخش واكسب واقش وش وش قدك وانا مش مش قد راسي ولا قد كلام واسمعي انا احنا موزة وبقيت اصحاب والنور تولع قررنا صدر السقفة يلا من كل راجل اسمع حكاية السحر انا لسه هكي واقول وحكي خد من اللي عندي واسمع مني اصحاب تبكي وعليك ما تبكي وبتتعطعنا ما بالسمامي من كتر كرحي مش قادر اشكي ولا حتى فضفض اللي يحكي بسأل سؤالي دايما في بالي طب رد عليا دنيا ردي انا انت لاقي صاحب رجوله ويكون معايا على الخير والشر القلب والله بيعب يا اخويا من صحبه ناسا يا والليله احكي واضحي كانت عن صاحب قال لي صاحب العمر صحاني خمسه ركز لي خمسه عشان تفهم قصتي خلني في اول حكايه وجه عملها تاني معايا وضربني ضربه جت ليا صدمه خلاني كرهت انا محتاج وقعنا بيني وبين صاحبنا زي الشيطان وداخل ما بينا خلاني افكر ان انا خنته بس الحقيقه تظهر في ثانيه شفته بعينيا انا اختي صاحبي صحاني جرح تاني بقى مش بس خنا دخل صاحبنا وخاني ناس 20 سنين والجرح عندي مش جرح واحد خلاص يا دنيا دول بقوا جرحين صاحب مخاين واحدة بقت تستاهلوا بعض هما الاتنين بس التحية في الاستادية صعبا عليا هو صاحبنا زاد كلامه في اول حكاية فكروا خايف على الصحوبية ورجع لي تاني بيقول لي سامحني يا صاحبي حقك انت عليا قلت له جرحي ده ما يشغلنيش بس اللي شاغلني جرحك انت ونصيحة مني واسمعها يا ابني ويا ريت تاخدها تعمل بيها مش هتلاقي صاحب يخش بيتك اختار صحابك يلا نقيها احسن ما ترجع وتبكي تندم على اللي عمل الصحاب فينا وقلنا مره على الشده تسلم عشان بتورينا بعنينا خلتنا نشوفهم على الحقيقه اصحاب كلاب وعاملين بريه ما تفكوا زنقه ما تشيلوا دقيقه وقلوبكم في الخير انا بريه بسال سؤالي حد يجاوبني انا انت لاقي صاحب يشيلني في الشده يبقى واقف جنبي وانا لو عليا افتكر انت امتى تروح وتحلى ما تقول لي انت نشوف فرحة في احنا لونا وطفحنا وعقولنا منا خلاص سرحة كل اللي خدنا ايه من صحابنا غير جرح فينا مش راضي يشفى من عذابنا من جرحنا خلاص ما عادش في حاجة تشفى الفكرة يخش يبدع واتبدلت لحوال وركبت اول موجة في سكة الاموال صحينا لا روح لأول واحد ولا احتجت له في سؤال كسر بخاطري ساعتها اسمع احمد موزه والحاج الدر جوله والمجداعه ومحمد شطه ده المقام واصل اسمه في كل مكان وفوزي الحداد ابو رضا عظيم سلام ابو رؤى ومحمد السلطان صاحب راجل ما فيش زيه ومحمد حشمت ابو عبي المقام العالي ابو غوده السيطره ضابط نفسه في كل مكان ومسام ابو عبد الالي احمد ابو حشيشه وعادل سرور ابو ملك
الرجوله مدفونه جواه ابو السعود وحمو زين ومحمد جراد وفرسان ومحمد دي فاسطوره تسمع عنه الفين ما تروح احمد فوز الحداد الرجوله ما بتتعدش واحمد وشا ضابط اداؤه في كل مكان بيروح واشرف الفين وعلى الله مسا مبعوث مخصوص ومسعد الدنيا بحلاوه برمسه لاحمد موزه.